المختار زميل التليفون هو مشهور على السلعه الكل وما عندوش تليفونات بتاع الناس الكل وما عندوش العناوين بتاع قدماء اتحاد فاس والخدمه لازمها خدمه كبيره برشا ولكن راهو فيه هو سيرتينمون على بعض من الخيال واحنا راهو ما عندناش جينا باش نلتفوا لا على الثوره ولا على العهد الجديد ولا القديم احنا مستقبلنا ورانا احنا نحب نعملوا جمعيه اللي هي تلمنا واللي هي ترجع كانت الاخوه والمناقشه والاتحاد والخسر عندنا على بعضنا وان شاء الله زاد الاجيال اللي بعدنا واولادنا يتعرفوا على بعضهم ويحبوا بعضهم كيما حبينا احنا بعضنا خاطر نحبوا نبدلوا احنا هذه على الكبرى هي وعلى قامت بغير في وقت لازمها تقوم به وقامت بالسجن وهي مستعدة باش يجي كان يطلبوها باش تعاون وتعطي رايها ماهيش باش تقطر هي الاتحاد الطلبة الوقت الحاضر هي كان الاتحاد الطلبة الوقت الحاضر يطلبها في حاجات في أفكار في إعانة في رؤساء المؤسسات في عاون في التشغيل في هذا شيء حاجة ثانية سي منصور قال حتى الجمعيات اللي هي تتقارب منا ربي عاد كان اللي كان واحد يتكلم ما تسمعوش يمشي أهم يعني سي منصور قال اللي كان جمعيات أخرى اللي هي تقارب منا ذلك كيف نجموا نقاربوها ونقربوها أنا مختار قال لي شو تصوراتك في الناحية المادية قلت له أولا يزلنا نادي ويزلنا نادي يكون دارنا أن يجي من سوسة ولا يجي من جربة ولا يجي من قفصة يلقاه ويلقى الكتابة مش يعمل حاجة مثلا عنده إدارة من الإدارات أنا مش يعطيها ورقة ولا جواب ولا كذا يدخل ونتقابلوا فيها ونشربوا فيها الكاسات ولا هذا يلزم إعانات يلزم إعانات كيفاش مش إعانات باش تجي أما بالمساهمات كل حد يقص كل سنة الشراكة نتاعو كله 50 مليون دينار حاجة كمان ولا برؤساء المؤسسات أنا نطرح باش نعملوا مشاريع كل شهر ولا كل كذا أشهر ماكسيموم ونخصصوا فيها ديزونتاسمون بيبيسيتير كل مؤسسة المؤسسات بتاعنا وفي الحشيشة اللي يسمع فيها وغيره يخصوا شوية هيك دعاية اللي هي تلم الفلوس باش نعملوا حاجة لا قديمة عم تخدمنا حياتنا أو كرسنا حياتنا كل باش نشتغلوا في أماكن مكان لا يقل بحيث أنا التدخل بتاعي إلا أنا في مجال الحبيب نقول كيفاش نصور فين نتلقاو اليوم تقابلنا هنا بوتين بوتين هذا مش نتعلم مش نتقابلوا فيه كل مرة نتقابلوا النادي بتاعنا اللي هو يلمنا ولا هو نتقابلوا فيه كل مرة بارك الله فيكم.